متابعينا في كل مكان بهذه الصور الجميلة اللي تأتينا من ملعب المباراة، ملعب هذا اللقاء، ملعب فياريال، فرقة الغواصات في هذه المواجهة المرتقبة والمنتظرة ما بين المنتخبين هنا في لا سيراميكا أو المادريغال كما كان يطلق عليها زمان. المباراة اللي تقام في هذا الملعب، دائما المنتخب الإسباني ما يختار بأن يلعب في العاصمة الإسبانية في مدريد، لكنه اختار هذه المرة بأن يلعب هنا في إقليم فالنسيا وبالتحديد في فياريال وفي هذا الملعب وفي هذه المباراة في ملعب لا سيراميكا، الملعب اللي تم تغيير اسمه من المادريغال إلى لا سيراميكا، يستضيف هذه المباراة ويستضيف هذه المواجهة. وننتظر ونتمنى بأن نستمتع بقمة كبيرة بمباراة مثيرة ما بين المنتخبين. سيلفا نقلة عرضية خطيرة، لكن أيضا انتباعات والتسديد وحارس المرمى، التهديد الأول فقط ثواني أولى والمنتخب الإسباني يبدأ بالتحرك الكثير. سيلفا أعاد إلى كوستا، منتخب السويسري المواجهة الوحيدة اللي فاز فيها هدف اللاعب. عادت المحاولة للأمام تتخلص هذه وبتعود سهلة عند بلاده في هذا اللقاء، والكرة شالها حارس المرمى، لكن أيضا هنالك راية وتسلل. هذا هو تيخيا اللي يتصدى بالكرة، وفي اللقطة الماضية هذا طبعا لم يأتي من فراغ بعد العمل الكبير. يعود الآن محاولة طويلة أمامية وصلت إلى سباس، كنترول ممتاز، لكن الكرة بتعدي. إنيستا إلى سيلفا، إلى إنيستا مرة أخرى، إنيستا نقل كرة عرضية تتخلص وبتعود إلى إنيستا، سدد، عادت إلى إنيستا، إلى ألبا في الجهة اليسرى، منقولة عرضية خطيرة لكن في الجهة اليسرى، محاولة إلى رودريغيز، عرضية ممتازة من رودريغيز على منطقة الجزاء، الكرة طالت وعدت إلى ركلة ركنية. شقيري موسم للنسيان مع نادي ستوك سيتي، لأن ستوك سيتي هبط. ستوك سيتي هاصرة إلى رودريغيز، رودريغيز عرضية عالية خطيرة سهلة عند حارس المرمى. الملعب اللي يتزين باللون الأحمر، الكرة موجودة الآن، عرضية عالية بالرأس، لكن الجماهير العربية والمصرية خاصة زعلانة يا راموس. الكرة موجودة الآن، تسديدة مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمى. سيلفا حاول لكن الكرة بتعدي وبتمر إلى ضربة مرمى. شوف الكرة، الكرة موجودة الآن، الاستثناء قالها عرضية، عادت مرة أخرى، تسديد على الطائر لكن ضاعت يا تيمايلي، حاول أن يلعبها على الطائر في اللقطة وفي اللعبة الماضية، لكن كرة تيمار راموس كان موجود. كرة موجودة الآن، نيستا عادت مرة أخرى، المحاولة إلى كوكي، السلام يا كوكي، إلى سيلفا، نقل إلى نيستا، نيستا إلى سيلفا، العرضية تتخلص هذه وتبعد، عادت مرة أخرى المحاولة، شقيري من جهة اليمنى، شقيري مر، شقيري يبعد عن زميل، شقيري مضايق يعيد الكرة بالخير إلى سباس، وبعدت من أمامه، عادت الكرة مرة أخرى، الفارو، يا سلام يا الفارو، الفارو يسجل أول أهدافه مع النابولي روخا، الشاب الصغير الفارو أودريزولا اللي يبحث بأن يثبت نفسه بالتشكيلة الأساسية مع المنتخب الإسباني، أول أهدافه هنا في ملعب المباراة في المادريغال. المنتخب الإسباني يتقدم بأول الأهداف، اللاعب اللي يحلم بأن يرتدي قميص الملكي، وما في لاعب في كرة القدم السويسري. كرة بتعود الآن، شقيري ظهر في هذه الكرة، العرضية موجودة، ما في أحد يتابع، لذلك الكرة ضاعت، ومن يتقدم عن طريق اللاعب ألفارو، الكرة موجودة الآن عرضية، عادت مرة أخرى اليسرى لسيلفا، سيلفا نقلها، الكرة العرضية لكن عدت ومرت إلى ركلة رتابة، نشاهد ونتابع منقولة، الكرة عرضية بالرأس لكن الكرة عدت ومرت إلى ضربة مرمى. هذا هو لاعب دييغو كوستا، لاعب يبحث أكيد عن التسجيل في كل مباراة. سوارو لعيب البارو، رابغ البارو، نقل الكرة إلى نيستا، لكن نيستا حاول يركنها الكرة وصلت سهلة. الليغا كان وصيفا في موسم 2007 2008، هذه كرة عرضية.
المباراة. الكرة موجودة الآن، محاولة وسط الأمامية، كانتارا راح، كانتارا تقدم عرضية وصلت هذه يعني ألبا عرضية، لكن أيضا كوستا في هذه اللقطة قام بها، وهذا سيلفا بلنيستا راح تقدم سانتوس، لكن حارس المرمى شالها وخلصها وأبعدها إلى ركنية للمنتخب الإسباني. منقولة وأكيد بأن أغلى هدف كان في مرمى المنتخب الهولندي في المباراة للمنتخبين. هذه كرة وتمريرة لكن وصلت سهلة عند حارس السلم، وبأكيد يعني معاونة من وسط الملعب، الكرة فيها تدخل وإبعاد من تياغو كانتارا. نيستا اللي تحدثوا عن الكباتن فلسطيني التحليلي، نعم عاد شابا تشعر بأن في السن 24 عام ما شاء الله عليه في شوط المباراة الأول، غير رايك. الكرة موجودة الآن، محاولة مقبولة من كرة عرضية لكن تتخلص، الكرة موجودة الآن لألفارو، نقلة عرضية عالية وصلت إلى سيلفا يمررها لكن أيضا الإبعاد. وهذه المباراة الثانية، تبديلات بالنسبة للمدرب بيتكوفيتش، لكن كرة وتمريرة إلى كوستا، فيها راية وتسلل، فيها راية وتسلل في اللقطة الماضية. تبديلات عديدة، كل مدرب عليه أن يدري ست تبديلات فقط في هذا اللقاء، 12 تبديل في هذه المواجهة. إسبان بأكثر من معلم تسير بكل نجاح، هذه كرة وتسديدة مرت وعدت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في اللقطة، وفي الكرة الماضية لإنييستا، إنييستا حاول فيها لكن كرته مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمى. وهذه التحقيقة إنييستا تقريبا يعني ما تفرق بينه وبين سيلفا، والاثنين لعيبة، وحتى الشارع أعطاها اللي شبيهة من بعيد. إنييستا يصافح الكل، الكرة موجودة الآن، والمحاولة مرت وعدت إلى ركلة ركنية. الكرة موجودة الآن، محاولة فيها مرور وتقدم، والكرة العرضية يا سلام، مرت يا دييغو كوستا حاول أن يلعبها بطريقة استعراضية جميلة يا إيمبولو نقلها لإستاير، يا سلام، نعم في الشباك اللي سددها الظهير الأيمن واللي تبعها الظهير الأيسر يسجل التعادل. هدف يأتي بشوط المباراة الثاني للمنتخب السويسري، والمنتخب السويسري يعود، لكن أجمل ما في الهدف المتابعة، الظهيرين تعاونوا في هذه الكرة، ليشتاينر سدد الكرة ورودريغيز تابعها، نجم اليوفي سدد ونجم الميلان تابع، والكرة بالشباك، هدف التعادل. سينغرام تعطي من يعطيها، الكرة موجودة الآن، أسينسيو نقل كرة عرضية خطيرة، المتابعة بالذكر زيزو، الكرة العرضية عادت مرة أخرى، المتابعة أسينسيو، يا سلام، الكنتارة التمريرة، لكن ناتشو قاتل إلى أن وصل للفريق الأول والسومر. الكرة موجودة الآن، محاولة وليد أيضا. نقل الكرة إلى أسينسيو راوغ إيمبولو مر فيها تقدم لأسينسيو، أسينسيو عرضية عالية حارس المرمى، سومر خلصها الرائعة. وأنت عندك لاعبين راح يأتي يوم وتفقدهم.